طيب هو الوقت بيجري، بس انا حابه برضو يعني استغل وجود حضرتك معانا دلوقتي. لو حد بيتفرج علينا من المسؤولين يعني في الرياضه، وحضرتك اكيد نفسك ان الموضوع يبقى ليه اتحاد او هذه الرياضه، ونفسك أكيد كمان ان هو ينتشر اكيد في النوادي، أكيد يعني ينال اهتمام اكتر. فازاي حضرتك بتواجه الرساله، او يعني نقطه الاقناع هنا ان قد ايه هذه الرياضه مفيده، او ان هي هتفرق لو فعلا انتشرت اكتر؟ نقطه الاقناع اللي احنا نقدر نعملها ان احنا ممكن نعمل برزنتيشن في اي وقت في اي مكان، ان احنا نقدر الناس تشوف ده، لان برضو الكابوريا مهما اتكلمنا عنها تمام لازم الناس تشوفها، تشوف التيم الولاد اللي معايا وصلوا لغايه ايه ومستواهم بقى ايه، يعني من زيرو يشوفوا السبيشال نيدز عندنا ازاي بقوا اتغير الموضوع في حياتهم واثر فيها، لازم يبقى في وجودنا يعني احنا موجودين. طب في الاطار ده هل بتعملوا مثلا فيديوهات بتكونوا حريصين على ان هي تنتشر والناس تشيرها عشان تتعرف اكتر؟ في طبعا، وهو دوت يعني اللي بيخلي الناس تبدا تيجي، وفي اطفال كتير جدا جولنا وعندهم مشاكل كتير، في اطفال عندهم فرط حركه كتير جدا معايا، في اطفال كان عندهم مشاكل في حته ان هو الخجل والكلام ده كله، ده كله بيتعالج، لان الكابويرا هي اللعبه الوحيده الفرديه بس هي جماعيه. فبتدي ثقه في النفس جامد جدا، ان طفل عنده 5 سنين يقف يغني قدام المجموعه دوت بيديله ثقه، يلعب مع حد كبير، بنت تلعب قصاد ولد، لان احنا اللعبه برده ما فيهاش لمس، فالموضوع بيدي طبعا قوه جامد جدا وبيدي ثقه في النفس جامد جدا.